بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم أمين. يقول الله تعالى في سورة الأنبياء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. صدق الله العظيم. هذا الدعاء المبارك مما ألهمه الله تعالى لعبده ونبيه أيوب عليه السلام بعد ما اشتد عليه الابتلاء وطال به أمد الضر الذي لحق به. وردت قصة ابتلاء نبي الله أيوب عليه السلام في سورتين من القرآن الكريم، في سورة الأنبياء، وده موضوع حلقتنا اليوم من جواهر الدعاء، دعاء سيدنا أيوب الوارد في سورة الأنبياء، وارد كمان في سورة صاد في قوله تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. صدق الله العظيم. أخبرنا المولى سبحانه وتعالى عن عبده ونبيه أيوب عليه السلام وما حصل به من ابتلاء ومن ضر في جسده وماله وولده، حتى لم يبقى من جسد مكان سليم سوى قلب سيدنا أيوب عليه السلام، ولم يبقى له من حال الدنيا شيء حتى يقدر يستعين به على إنه على مرضه وما هو فيه من ابتلاء وامتحان، غير أن زوجته الكريمة عليها السلام حفظت وده لإيمانها بالله ورسوله، فكانت عليها السلام تعمل وتطعم زوجها أيوب وتخدمه سنين كثيرة، أكثر من 18 سنة. ولما طال على نبي الله أيوب الأمر واشتد به الحال وانتهى القدر المقدور وأذن الله تعالى برفع البلاء، تضرع أيوب إلى ربه قائلا كما في الآية الكريمة: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. والضر بالضم يعني عندنا طبعا الضرر والشدة والأذى اللي في النفس من مرض وهزال، والضرر بالفتح في اللغة هي الأذى في كل شيء أو إنه بشكل عام في كل حاجة، لكن الضر خاص بنفس الإنسان وجسده. فالضر خاص بما في النفس من مرض وهزال، والضرر بالفتح شائع أو مستعمل في كل ضرر وأذى يلحق بالإنسان في كل شيء. ولما نيجي نتدبر دعاء سيدنا أيوب عليه السلام، لا يخفى للمتأمل في هذا الدعاء ما في تضرع سيدنا أيوب عليه السلام من حسن الأدب في السؤال والطلب مع الله تعالى. سيدنا أيوب في دعائه وتضرعه لمولاه لم ينسب إليه جل وعلا فعل الضر في الذكر في دعائه، ما قالوش يا رب أنت ضرتني وامتحنتني وابتلتني في كذا وكذا فارفع اللي أنت، لا، مسني الضر، فلم يلحق هذا المس بالله جل وعلا، مع أن الله تعالى هو الذي خلق وأوجد. وبعدين في دعاء سيدنا أيوب ذكر نفسه في حالة التضرع دي بما يوجب الرحمة، مسني الضر، منتهى البلاغة والدقة في التضرع، كلام قليل بمعان كثيرة. هو قال له أنا يعني مسني الضر، وبعدين ذكر ربه سبحانه وتعالى بإيه؟ بغاية الرحمة، وأنت أرحم الراحمين.
ولم يصرح سيدنا أيوب بالمطلوب، هو عايز إيه؟ ده أنا تعبان وعيان في كذا، وجزء ده من جسمي واجعني، وأنا مش عارف أمشي، وأنا مش عارف أتحرك، وأنا مش عارف. ما قالش حاجة، لم يصرح بالمطلوب أبدا، ولم يعين الضر الذي مسه لإيمانه بأن ربه عليم به سبحانه وتعالى. وده برضو من حسن الأدب في الطلب والدعاء. ومع حالة التضرع العالية وقمة أنه متحقق في مقام العبودية والذل والافتقار إلى الله تعالى، وأنه لا إله إلا هو، لأنه متوجه لله سبحانه وتعالى وحده، مسني الضر وبعدين وأنت أرحم الراحمين، في تلك اللحظة التي توجه فيها أيوب لخالقه بقلب ضارع خاشع متوجه إليه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، وبهذا الأدب العالي في الدعاء والطلب كانت الاستجابة وكانت الرحمة الإلهية بنبي الله أيوب، كانت الاستجابة وكانت الرحمة بنبي الله أيوب، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. حتى الفاء في كشفنا، فكشفنا ما به من ضر، الفاء هنا بتفيد التعقيب السريع، إن الإجابة جت سريعة، حيث أمره الله تعالى أن يقوم من مقامه وأنه يضرب الأرض برجله، ففعل عليه السلام، وأنبع الله تعالى له عينا وأمره أن يشرب وأن يغتسل منها، فبرئ نبي الله أيوب وذهب جميع ما كان في بدنه من الأذى والضر، وتكاملت لنبي الله أيوب العافية ظاهرا وباطنا. ولهذا قال تعالى: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. العابدون معرضون للابتلاءات والامتحانات في رحلتهم في الحياة الدنيا، ومش أي امتحانات ومش أي ابتلاءات كمان، لأن دي تكاليف العبادة وتكاليف العقيدة وتكاليف الإيمان. ربنا سيجري سبحانه وتعالى امتحاناته على العباد، وهم في الحال ده ربنا بيقص علينا في القرآن الكريم من القصص الذي نعتبر ونتعظ ونتأسى بأصحابه. لو أنت في أي امتحان وأنت في أي ابتلاء ذكرت بلاء نبي الله أيوب وصبره عليه والمحنة الشديدة اللي ظل فيها سنين، سنوات كتيرة جدا، فساعتها الإنسان عليه أنه يوطن نفسه على الصبر على شدائد الدنيا، على نحو ما فعل سيدنا أيوب، وعلى نحو ما فعل خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. فيكون ده بذكر قصة نبي الله أيوب وصبر نبي الله أيوب يكون تنبيه ليهم على إدامة العبادة مهما اشتدت بك الشدائد، أنت عبد لله ولابد من الاحتمال، فالناس تحمل نفسها على الصبر والتضرع إلى الله تعالى بالسؤال والطلب. نعم سلاح المؤمن الصبر والدعاء كما أخبر سيدنا صلى الله عليه وسلم، وقد سار بصبره سيدنا أيوب عليه السلام وتضرعه وجميل سؤاله لربه مضرب المثل في الصبر على البلاء والصبر على المرض والصبر على مفاتن الدنيا والصبر على ذهاب المال والصبر على فقد الولد، وكل ده من أنواع الصبر ونحوها مما يبتلي الله به عباده. وأشد الناس امتحان أنبياء الله، وسأل سيدنا سعد بن أبي وقاص رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. وكل الامتحانات وكل الابتلاءات اللي بيكون فيها عباد الله المؤمنين
وكل الامتحانات اللي بيجريها المولى سبحانه وتعالى خير للإنسان متى صبر وتضرع لخالقه العظيم. الله يحبنا أن ندعوه، من لم يسأل الله يغضب. الله يحبنا أن نتضرع إليه ونرجوه. الله يحبنا أن نكون على صبر جميل بما يجري علينا من تصاريف القدر، وفي كل خير وبركة للصابر المتضرع لمولاه. روى الإمام أحمد في مسنده بسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر الاثنين مع بعض، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما نستفيد من دعاء نبي الله أيوب: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، إن لا ملجأ إلا إلى الله. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لا ملجأ إلا إلى الله. العبد عليه دائما وأبدا في السراء والضراء وفي العسر وفي اليسر إنه يلجأ إلى الله العظيم الخالق الكريم الرحمن الرحيم، وإنه يملأ قلبه يلجأ إلى الله، وأن يملأ قلبه إيمانا واعتقادا بأنه لا مجيب له إلا الله سبحانه وتعالى، وإنه لا كاشف لما نزل به من البلاء إلا رب الأرباب وخالق الأسباب. ساعتها تدخل الراحة قلبك والطمأنينة تملى فؤادك. لابد نتضرع إلى الله بقلب صادق. فالإنسان مهما الإنسان المؤمن مهما تعصف به الرياح في الحياة الدنيا، ومهما تموج به الأمواج وتتلطم به وهو يسير في بحر الحياة الدنيا، هو ثابت مطمئن القلب متمسك بأنه لا إله إلا الله، متوجه إلى الله سبحانه وتعالى. بياخد بالسبب ولكن مش مؤمن السبب ده هو اللي هيقدم أو يأخر في أي موضوع، هو بياخد بالسبب بتعبده، لكن خالق الأسباب هو اللي بيده كل شيء، فهو بيسعى للأخذ بالأسباب تعبدا، ولكن قلبه مع خالق الأسباب وموجدها. ساعتها المؤمن تدخل الراحة والطمأنينة إلى قلبه، فيحيا هادئا راضيا مطمئنا مهما كانت تلم به ومهما كانت حوله الشدائد. ولذلك من لطائف هذا الدعاء: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. من لطائفه ما ورد عن الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال: لأربع كيف يغفلون عن أربع. هو ذكر أربع حاجات، إحنا نذكر منهم حاجة واحدة. ذكر من الأربعة دول: عجبت لمن ابتلي بضر كيف يغفل عن قوله أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. والله تعالى يقول بعدها: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. صدق الله العظيم. أهلا وسهلا بمشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناتنا قناة أن العزيزة. مرحبا بالجميع، وناخد الأسئلة سريعا. ست أم عمر: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا دكتورة أهلا وحضرتك طيبة. وحضرتك طيبة يا فندم. كنت عايز أسأل حضرتك، ليه صديقة عملت عمرة الشهر اللي فات
وهي عملت الطواف بس ما عملتش سعي بين الصفا والمروه، تعبت يعني وهي بتعمل الطواف. بعد ما خلصت تعبت وما قدرتش تكمل، ورجعت بقى على بلدها وعملت كمان تحليل الاحرام، قصت يعني جزء من شعرها. فانا عايزه اعرف حكم الدين ايه، ولو هي حبت تعمل عمره. لكن هي يعني قصت شعرها، قصرت يعني. بالظبط. طيب شكرا، ابشري خير. استاذه اميره. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله استاذه اميره. انا يكفيني اقول لك ان انا بشوفك بحب ربنا زياده، فربنا كده يملاكي نور وبركه وعلم، واقول رب يزيدني علما بجد بحضرتك يا رب حقيقه. امين امين اجمعين. انا كل اللي طالباه عايزه معايا. سامعاكي يا ست الكل. حضرتك انا كل اللي عايزه اساله سؤال، انا كنت بصلي مع كل صلاه يعني مع كل رفعه فاتحه وسوره صغيره، فاتحه وسوره صغيره، وبعدين سمعت ان الحافظ كان بيقرا الفاتحه وصوره صغيره في الركعتين الاولانيين بس. انا عايزه اعرف مدى صحه ده، وهل انا كنت على غلط ولا صلاتي صح؟ حاجه ثانيه، هم حاجه بس كمان ودعائهم مش اكتر من كده. دكتوره نادي، انا كل مره بكلم حاجه هتفتكريني دلوقتي، اقول لحضرتك ما بعرفش اعمل غير صلاه على النبي وبس. كل ما اجي امسك السبحه صلاه على النبي وبس. ما بعرفش استغفر، بعمل بس ورد لا اله الا الله ألف، لكن بعمل صلاه على النبي وبس. وارجوك يا دكتور يعني ربنا يديمها، ربنا يديمها عليكي نعم. يا رب يا دكتور. يا رب. وادعي لامنا الله يرحمها، وادعي لي انا وجوزي ربنا يهدي سرنا ويبعد عنا الشر. ربنا يغفر لها ويرحمها. ربنا يخليكي لينا منوره الدنيا دايما. الله يعزك ويرضيكي. يا استاذه هنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. استاذه هنا اهلا وسهلا. ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا ست الكل، الحمد لله. حضرتك بالنسبه لسنن الفجر اللي فاتت مني اعيدها ازاي؟ يعني ايه يا فندم؟ مع كل سنن الفجر اللي فاتت مني، سنن الفجر الفائته اعيدها ازاي؟ هل مع كل فرد اصلي خمس ست سبع مرات ولا اعيدها ازاي؟ حاضر. وكان في سوره الجن، وان كان رجال من الانس يعزون برجال من الجن، هل الجن ملائكه ولا بشر؟ حاضر، شكرا جزيلا. العفو. هنطلع الكتاب ان شاء الله، كتابنا كتاب قلوب عامره ان شاء الله، وروايه القراءه روايه حفص عن عاصم قصر المنفصل. كتاب قلوب عامره الفكره الاساسيه بتاعته ازاي نعلم الناس كيف يتلى القران الكريم بطريقه يسيره مبسطه على الجميع. احنا بنعتمد في الاساس فعلا على طريقه التلقين، وده بيجي من خلال انه بيقرا، فبيبقى في بعض الاخطاء فبنصحح الاخطاء ونذكر بالقاعده. الطفل معاك انت طالما بتحببه في الامر بيستجيب بسرعه جميله، لان القران ميسر للذاكره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين يا رب العالمين. أهلا وسهلا بكل مشاهدينا الأعزاء الكرام في كتابنا كتاب قلوب عامرة. احنا ختمنا تصحيح سورة النبأ، لكن الشباب بقى الصغنن ده محتاجين ان هو يقرأ ونصحح، فاستسمح حضراتكم باستحضار المصاحف، ونذكر ان احنا الرواية التي نقرأ بها هي رواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل، واحنا من وقت لتاني بننبه ايه هو قصر المنفصل على اساس ان السادة المشاهدين الكرام يكونوا متابعين معنا. ازيكم؟ تعبتوا ولا لسه؟ احنا بقى يعني شغالين من قبل كده، بنقرأ من قبل كده. طب يلا يا أنس. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا،
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. أحسنت. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى اتخذ اتخذ إلى رب مش ضاء، مش عايزة التفخيم بتاع الخاء يدخل على الذال فتضيعها لي في النطق، ما تبقاش ضاء. اتخذ معايا اتخذ لا اتخذ يلا. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. جميل. مد الصلة، مد الصلة هنا اللي هي الهاء اللي موجودة دي، اللي هي ضمير بتعبر عن ضمير المفرد الغائب، والهاء هنا مكسورة وقبلها الحرف مكسور جر إيه؟ ما إيه دي موضوع تاني، أنا بتكلم على الحروف مش الكلمات. أنا همد هنا مد طبيعي حركتين. إلى ربه مآبا. إلى ربه مآبا. إن أنظرنا. مش أن. أنظرناكم. أنظرنا. أيوة. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يلا يا لانا، احنا قلنا ان عايزين نصور المعنى. سليم. رب السماوات والأرض وما والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. تاني. يوم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. ما تعلقيش كده على الحرف. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا لا لا، الله الله اللي هيأذن، الله هو الفاعل. إلا من أذن إلا من أذن له الرحمن وقال الرحمن الرحمن وقال صوابا. لا يتكلمون تاني. لا يتكلمون إلا من أذن. ما تمديش قوي أكتر المد، يعني ما تمديش زيادة. إلا من أذن. إلا من. إلا من. إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يلا يا سارة. ذلك اليوم الحق فمن فين القلقلة؟ ما عشان ما قلقلتيش القاف، أنا مش سامعة قاف. ذلك يوم الحق. إزاي يعني؟ كلتي الألف واللام ليه؟ ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق. 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 فمن شاء اتخذ إلى ربي مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم يوصلي. إنا أنذرناكم عذابا قريبا.
قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. فين الهمس؟ قدمت يداه. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب. نفسي وقف اعمل ايه؟ ويقول هقف عند لا قبلها. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يبقى انا اعرف ابتدي امتى الفعل، ابتدي امتى اقف، ما ينفعش اقف على حاجة ما يكونش معناها واضح، أو ابتدي بمعنى ينفي حقيقة المعنى المثبت. كل ده معناه أنا لازم أفهم الحاجة وأنا بقراها الآية، معنى الآية قدر الطاقة، وده اللي احنا بنحاول نعمله. احنا مين؟ يلا يا شروق. رب السماوات والأرض وما بينهما. أنا بس عايزة هنقف ثانية واحدة، أنا عايزة بس الضاد يا شروق عشان يبقى طلعنا بحاجة. الضاد حرف فخ، حرف فخ من حروف اللي محتاجة تدريب قوي. ارجعي هاتي تاني بالراحة. رب السماوات والأرض وما بينهما. والأرض. والأرض. ضي. ضي. قولوا معايا ضي. ضي. قولي هما، قولوا معايا وانتي معاهم. ضي. 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 ضمي بقك. ضي. 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 بقي بيتملى هوا، حروف الاستطالة. ها؟ ضي. 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 تاني بقى الآية. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. اقفي عند صف لا يتكلمون عشان ما تطوليش عن لا نفسك. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. 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 مش صا. صوابا. صوابا. صا. صوابا. قولي صا بس. صا. 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 صوا. 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 لسه الصاد عايزة إنها يعني نتك عليها شوية. يلا يا سادن. ذلك اليوم الحق. اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لازم النبر بصوتي يبين تصوير المعنى وتجسيده. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين.
أهلا وسهلا بحضراتكم. الست أم عمر بتسأل إن ليها صديقة عملت العمرة وخلصت الطواف، لم تسعى لتعب شديد ألم بيها، لكنها يعني قصرت شعرها وأخذت من، فبتقول إيه حكمها؟ إحنا كنا قبل كده أشرنا وقلنا لحضراتكم كان في سؤال ورد في الحلقة، وقلنا إنه بيشوف فقهاء الحنفية إن من ترك السعي، يرى فقهاء الحنفية يعني إنه من ترك السعي كاملا أو معظم السعي في حج أو عمرة لعذر، يعني كان فوق طاقته أو خارج إرادته، ما يبقى لا شيء عليه. ومن تركه من غير عذر فيبقى في الحالة دي عليه أنه يذبح. ومن القواعد المقررة شرعا واللي دايما بنذكر حضراتكم بيها بأنه المسائل المختلف فيها يجوز لي أقلد من أجاز من باب التيسير على حال السائل أو الذي يسأل عن هذه المسألة أو في غي فرع من فروع المسائل اللي بيسأل عنها. بالنسبة للأستاذة أميرة كانت بتصلي يعني مع كل مع فاتحة الكتاب تقرأ بسورة، فهي بتقول وكنت حتى في أول ركعتين لو الصلاة مثلا 4 ركعات بتعمل كده في كل ركعة، يعني ما تفعلينه صحيح إن شاء الله، وما تشغليش نفسك بما بهذا الأمر وتوسوسي في أمر صلاتك يا أستاذة أميرة. بالنسبة لي إن هي على طول ملازمة للصلاة والسلام على حضرة النبي، مش بتعمل أوراد تانية، أكتر أورادها في الصلاة والسلام ساعات تعمل لا إله إلا الله أو غيرها من الصلوات. يا سيدتي الفاضلة أبشري، وفي حديث أبي وقلنا قبل كده لما راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي، يعني في دعائي وذكري أعمل قد إيه صلاة وسلام عليك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما شئت. قال قلت الربع، هو بيقول قلت للنبي أعمل الجزء ده في أورادي الربع، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ما شئت فإن زدت فهو خير لك، فهو راح قايل للنبي طب أعمل النصف، قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما شئت فإن زدت فهو خير لك، قال قلت فالثلثين أجعل التلتين، قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، فراح هو قال قلت أجعل لك صلاتي كلها، قال إذا تكفى، النبي عليه الصلاة والسلام قال له تكفى همك ويغفر ذنبك. فالإنسان ربنا بيفتح عليه، فلما يفتح عليه بهيئة بأذكار معينة أستمر في هذا، وطبعا لا يحرم نفسه الإنسان من قراءة الأذكار عموما يا صاحبة السؤال، لكن لو مفتوح لي في باب دون آخر خلاص ألتزم به، ولا مانع برضو إن أنا يجري على لسان الاستغفار، ولا حول ولا قوة إلا بالله حتى ولو بقدر بسيط. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الأستاذة هنا بتسأل عن سنة الفجر الفائتة، إزاي هي تصليها وراء الفجر على طول مثلا ولا في أي وقت تاني، يعني على أي هيئة حضرتك تحبيها، هو من باب الإكثار من الخير، هي نافلة سنة وربنا إن شاء الله يتقبل. يعني لو هي أنا فاتتني واحدة وأنا عايزة أصليها وكنت يدوبك ألحق صلاة الفجر، مش هلحق أصلي السنة مع صلاة الفجر، يدوبك صليت الفريضة عشان ما يفوتنيش ما يخرجش الوقت، وبعديها على طول صليتيها كان بها، صليتيها بعد شروق الشمس ما فيش مشكلة، كل الأشكال دي واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. علي كذا سنة عايزة أصليها في أي وقت صليها لا بأس، لأن خلاص سبب الصلاة مضى، فأنت عايزة تستزيدي وتستكثري من الخير، وأنت لك عادة في صلاة أنك بتصلي النوافل أو السنن وعايزة تقضيها اقضيها في أي وقت شئتي. صاحبة السؤال تسألي عن الجن، دول من إيه؟ هم ملائكة؟ لا، الجن ليسوا ملائكة، الجن مخلوقات من نار والملائكة مخلوقات من نور. النبي عليه الصلاة والسلام قال خلقت الملائكة من النور وخلق الجن من مارج من نار، يعني من لهيب النار، اللهيب ده اللي بيبقى لونه على محمر على أصفر اللي هو اللهيب الشديد للنار، خلقت الجن من لهيب النار. الجن بشر، الجن كالبشر في أنه لهم في مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، والاتنين ليهم تكليف، والاتنين يقدروا يعصوا ويقدروا يطيعوا، الملائكة بخلاف ذلك، يعني الجن يعصي بخلاف الملائكة، هم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة مخلوقات من نور
خلقها الله سبحانه وتعالى. والإنسان أو بني آدم مخلوق من الطين، والمكلف بإفعل ولا تفعل هم البشر والجن، لكن الجن مخلوقات من نار. إحنا ما شفناش الملائكة وما شفناش الجن، لكن نؤمن بما أخبرنا به المولى سبحانه وتعالى من وجود هذه المخلوقات التي خلقها جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم يا ربنا يا حنان يا منان، يا حنان يا منان يا قيوم السماوات والأرض، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. اللهم ربنا يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، يا أرحم الراحمين، ويا ظهر اللاجئين، ويا جار المستجيرين، ويا أمان الخائفين، ويا غياث المستغيثين، ويا غياث المستغيثين، ويا غياث المستغيثين، يا كاشف الضر، يا كاشف الضر، يا كاشف الضر، يا دافع البلوى، نسألك، نسألك يا الله أن تكشف عنا الضر والبلاء. اللهم اكشف عنا الضر والبلاء، اللهم اكشف عنا الضر والبلاء، وأن ترزقنا الشفاء من كل داء. ونسألك يا مولانا عيشة السعداء ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، والفوز يوم اللقاء. يا الله يا حنان يا منان يا قيوم السماوات والأرض. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.